أثنى موهبة أحمد غزي من خلال أكثر من عمل بشهر رمضان، وحقق نجاح كبير وخطف الأنظار مشهد موت شخصية طارق بمسلسل ضرب نار. وما فينا نلتقي فيه من دون ما يحكي لنا عن تحضيراته وكواليس العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز. والله مشهد موت كان 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 مشهد صعب يعني. رحت قبل ما نصور المشهد ده بنص ساعة، قررت ان انا والاستاذ ياسمين المشهد ده بالذات ما بصناش لبعض خالص، في حالة صعبة احنا مشينا بعدها. تجربة مختلفة جدا، كان فيها تحدي كبير جدا بالنسبة لي، لان انا اول مرة اعمل دور بيناقش قضية تعاطي المخدرات والحاجات دي. اكبر تحدي بالنسبة لي كان انا ازاي هوصل للناس الحالة دي بطريقة صادقة. وطبعا قريت مقالات، اتفرجت على فيديوهات، اتفرجت على افلام وثائقية عشان افهم الحالات دي عاملة ازاي. التعاون معاها كان حلو قوي، انا كواليس اللي ما بيننا كان فعلا فيها يعني حب كتير جدا وضحك وزعل يعني زعل. كانت رحلة حياة فعلا. عايزة تعرفي انا اخدت اللي انا اخدته ليه؟ انا اخدت اللي انا اخدته دلوقتي وقبل كده عشان بشرب كل حاجة. أما عن العمل مع الفنان خالد النبوي بمسلسل رسالة الإمام، فمن الواضح أنه كان تحدي كبير بالنسبة له. لا أنا ما كانش عندي الحمد لله صعوبات في اللغة العربية، لأن أنا قبلها على طول كنت أصلا بقرأ كتاب باللغة العربية اسمه ثلاثية المماليك، فكنت قاعد متعمق فيها. والله التحديات اللي كانت فيها كانت فكرة أن أنا يعني أنا ما عشتش في الزمن ده، كل اللي موجود عندي هو معلومات، فاهم قصدي؟ حاجات مكتوبه بتاع، انما مثلا حتى ما فيش فيديوهات، ما فيش صور، ما فيش اي حاجه، فالواحد ما كانش عنده صوره عن العالم ده ساعتها كان عامل ازاي. لم يكن لشيء ان الاثنين يعني غاتت قلبي ام ملهوف الا ما شاء الله. والله استاذ خالد قدر يحتويني الوقت كله لدرجه حسستني ان انا فعلا ابنه بجد. هو في حاجة كانت غريبة جدا بتحصل أول لما بشوف أستاذ خالد في اللوكيشن، إن العلاقة دي بتتحول من اتنين ممثلين لأب وابن. أحمد غزي بينتمي لجيل الشباب يلي مليين بالشغف والطاقة، وخبرنا أكتر عن دراسته بإنجلترا وعن طموحه وأحلامه لهيدا الجيل. بجد حاجة من الحاجات اللي أنا اتعلمتها وأنا في إنجلترا أصلا قبل ما أجي أشتغل في مصر هنا كانت حتة النظام والانتظام دي حاجة فعلا أنا اتعلمتها. الجيل بتاعنا عنده حاجات كتير قوي يقدمها، وأعتقد إن إحنا الجيل بتاعنا اتعرض لحاجات كتير قوي في وقت قصير قوي. والله أنا طموحاتي إن أنا أسيب بصمتي. أدل إيدك من علاقتي يا جابر. هو إيه أنت بتظهرش لما الدنيا تروق؟ خلاص يا باشا وقتك خلص بعد ما هرب. هربتي من إيه؟ أنا روحت مع المخطر. جابر يواجه ما يهربش. لا ما حصلش. غزي أثبت إنه فنان موهوب، بس يا ترى عنده مواهب تانية غير التمثيل؟ بحب ألعب كورة، بحب اليوجا جدا. ايه تاني؟ بحب الصيد قوي، بحب القرايه. وقبل ما نختم لقائنا معه سالني شو جديده. وفي الحريفه ان شاء الله شهر 9، وفي حاجتين في مصر وحاجه بره. ودينا على الشغل يلا يلا يلا، هتتاخر يلا.